السلام عليكم، معكم وسيمة، وسيمة النقاشة، وسيمة أفيلة المعروفة بوسي حنا في الدومين ديال العراسة ديالنا. كنخدم نقاشة، هذا هو الخدمة اللي عندي في العراسات، كنخدمو بالمواسم. خدامين معنا بزاف ديال الناس، حنايا حنا دابا فحال انا عندي شويش ديال الشهره في الدومين، كيمشيو معايا بزاف ديال البنات وكيصرفوا على اسر، كاين الناس اللي كاريين كيمشيو معايا حتى هما كيتمعشوا. دابا كلشي واقف. انا جيت اليوم بغيت نهضر على الفئه اللي متضرره اكثر، اكثر فئه متضرره اللي هما السرباين اللي خدامين مع استوديوس، كيخدموا 50 درهم الساعه، العرس كامل كيكون فيه 3 ساعات يعني 150 درهم كيخدموا في الساعه. النقافات اللي كيهزوا العروسه على طهرهم حتى هما كيمشيو معايا بحكم انا عندي الهزه ديال الحنة وعندي الماتريال. ما تبغيش اي عروسه في المغرب كامل ما تبغيش تعمل الحاجه اللي عملاتها بنت خالتها ولا لوستا ولا شي وحده عملاتها العام اللي فات، ما تبغيش تعاودها هي هذا العام. كل وحده كتبغي تكون مميزه بالطابع ديالها، بالحاجه اللي جديده اللي توال، ما الحاجه اللي تجي على ذوقها وعلى قلبها. وهاد النقطه ديال الماتريال انا كندخلو الجديد شهر جوج، دخلت الجديد شهر جوج نزلت فيه تقريبا الفلوس اللي عندي كاملين. كان عندنا امل كبير انا نغرد دراس المال في هاد الصيفيه، في الصيفيه كنردوا راس المال وكنبداو ان شاء الله شويش في الربح. كنستناو كل مره كنشوفوا في الاخبار، كل مره كنستناو شي وزير يهضر على هاد الدومين ديالنا، واش نرجعوا تدريجيا، واش كاين زعما ولو غير بسيط، ولو يعدلوا غير شي عدد بسيط يكونوا مفرقين، ولا العرايس حتى هما مضرين ما قادرينش يمشيو فحالهم الديور ديالهم. وكاين اللي كتمشي وهي كتبكي بزاف، دائما كيعيطوا، خصوصا كاين اللي كيعيط خصو العربون ديالو. حنا ما كرهناش نردوا العربون ولكن حنا بيدنا واقفين، حنا ما عندناش مين نردوا العربون. بزاف ديال العرايس كيعيطوا على حساب العربون لانهم بيدهم ساكن تقصحوا، ما قادرينش دابا يزيدوا يستناو ولا شي جمعيه ولا شي تنقيده. لا والو، ما كاينش شي جمعيه معنا، حتى شي جمعيه ولا شي نقابه اللي كتهضر علينا ولا اللي كتمثلنا اللي كتجري في هذا الشيء ديالنا، ما كاينش. حنايا خدامين حرين، خدامين في مع العراسات في المواسم، خصوصا الصيف. دابا الصيف هي اللي كانت عندنا فيه الخدمه كامله، الدومين ديالنا كامل من أ حتى الزد كيوجد من الصيف. دابا الصيف ما خصناش تكون عندنا سنه بيضاء، اللي عندنا عنتضرروا بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم، انا رحمه الوهابي، انا خدامه مع الزيانات، كنهز الهزه وكنخرج العروسه وكنداخله. شحال مسينة عندك في هذه؟ دابا 19 عام 19 عام وانا خدامه في هذه المهنه. دابا الا ما خدمتش انا ما عندوش كيدخل، عندي اسره، عندي 7 العيال، وحده جوجتها بقاو لي 6 وكاريا. الراجل مره كيخدم مره ما كيخدمش. كان عندنا العرس تبارك الله كان شهر 7 وشهر 8، كان زعما عامر يعني. انتم عوالين كنا عوالين ان شاء الله في شهر 8 وشهر 7 نتروجوا شويه. الحمد لله دابا جات. كنتوا كتسناو كتقولوا يمكن شهر ما يجي شهر هذا؟ كنا كنتسناو شهر الاولاني شهر الثاني شهر الثالث، زعما قلنا زعما لا داك الشهر 3 شهور ربي يفرج علينا. دابا قال لك والو، ما كاين حتى شي حاجه، الا ما خدمناش ما يعطيونا، ما عندنا 3 سنين لا حتى شي حاجه، حتى الدعم والله ما شبرنا حتى شي حاجه، لا الراجل ولا انا ما دفعتش اصلا. قال لك زعما الراجل مسؤول هو اللي يدفع، اللي يدفع ما كاين حتى شي حاجه. والعريسات ديالكم مثلا كتواصلوا معاهم؟ شنو عملوا مع العريسات ديالكم؟ ايوا كاين مساكن اللي عملوا هكذا ومشاو في حالهم، كاين اللي كيقول لك تيطلقوا لنا هذا الشيء، كاين العريسات كاين اللي كيمشيو عندهم كيقول لنا زعما خاتمنا غير كسوه ومشوا بحالنا وديك فلوس العربون، وكاين واحد كيقول لنا ما نسامحش تي دوز هذا الشيء. وهادي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.